اللي انا سمعت ان انت استاءت قوي من المشهد اللي حذف، المشهد الجنسي في مسلسل محمد رمضان، المشهد اللي حذفوه بعد كده مع وفاء عامر يعني. ده انا ما اتفرجتش ولا قلت ولا استأت. مين اللي قال ما شفت، الكلام ده؟ هو مشهد محذوف يعني. لا لا ما شفتش خالص خالص. مين اللي طيب قال؟ انت في طول حياتك، في لما يبقى في مشاهد ايضا انت كنت بترفضي تماما طبعا المشاهد حتى اللي فيها مشاهد عاطفية حتى تؤدى بشكل، خالص. طب والمخرج هنا ما يقولكيش ده يخل بالعمل؟ لا والله عاجبه عاجبه، مش عاجبه هو حر يعني. انا اعتقد وفاكره كويس قوي لما جيت عملت خدعتني امراه، وكان في مشهد الغلطه اللي هي بتغلطها، اللي هي بتاعت صاحبه المزبغه دي اللي هي عواطف مع حسين فهمي. فلما قريت السيناريو لقيته، قلت له ايه ده، ايه ده، انت جبت السيناريو ده غلط مش ليا. قال لي ليه؟ قلت له لا لا انا ما. قال لي طب بس اهدي اهدي اهدي. والله العظيم انا فاكره كويس قوي، جاني البيت الله يرحمه يعني، كان راجل جميل قوي سيد طنطاوي. فقلت له لا انا مش هعمل، خد السيناريو وامشي، مش عايزاه. لا لا ما عملش انا. ايه ده ايه ده ايه ده اصل انا. المفروض في سقطة اخلاقية هتحصل، فهيعمل، طب هيعملها ازاي؟ لا هو بقى بصراحه اتصرف بذكاء، وقعدت انا وهو والاستاذ حسين فهمي. برضو حسين في الحقيقه راقي جدا ومتفاهم، واحنا بنقدم فن راقي، ما ينفعش نقدم فن مبتذل. ف قلت له طب انت هتعمل ايه؟ قال لي طب ممكن تسيبيني اتصرف. قلت له لا اشوف الاول انت هتعمل ايه. وطلبت ان يكون اول مشهد مشهد الزله، اللي هي الغلطه اللي غلطتها، الغلطة تكون أول مشهد اول مشهد في عشان الفيلم كله، تحددي تكملي ولا عشان لا. احدد اذا كنت هكمل ولا همشي. فلقيته في الحقيقه عمل المشهد بطريقه كويسه، وانا كنت يعني الى حد ما ارتضيت عنها. ولقيته بقى بيجيب الازازه البلوريه دي وبيلفها وخلاص، كأني كان الغلطة. انما ما لكن ما ما لا هو قرب لي ولا انا قربت له ولا الكلام ده خالص، ما فيش. يعني انت فعلا كنت ممنوع. بتعملي المنطقة ملغمة، ممنوع الاقتراب. انا كان سمير صبر الله يمسيه بالخير كان مرة ففي فيلم بترشح، قال لهم لا 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 هجيب لكم لسه ممنوعات، ممنوع كذا وممنوع كذا وممنوع كذا. مش هترضى مش هترضى، انا بقول لكم انا سمير صبري مش هترضى.